كان في مين في من الفنانين في ذاك الوقت؟ كتير قوي يعني، اكتر من يعني طبعا توجو مزراحي، مش كده؟ توجو مزراحي طبعا في الاخراج، ليلى مراد واخوها العبقري منير مراد في المزيكا وفي التمثيل، منير مراد اللي انا بعتبره شخصيا يعني موتسارت القرن العشرين في مصر يعني بالظبط. توجو مزراحي طبعا احنا كلنا عارفين ان هو كان، انت طبعا عارف ان هو كان له دور اكبر من مجرد مخرج، يعني كان له دور كمنتج وكمؤسس لصناعه السينما يعني. الممثل اللي كتير من المصريين كانوا بيحبوه ما يعرفوش ان هو يهودي فعليا، الياس مؤدب. يا سلام، الياس مؤدب اللي كان مع اسماعيل ياسين. ده ما كانش جيتك من اخر لبنان. ده ما كانش لبناني، ده يهودي مصري مولود في حاره اليهود. هو كان بيتقن، يمكن اصوله كانت شاميه بس هو مولود في حاره اليهود في مصر، وهو كان بيتقن اللهجه الشاميه وبيعرف يقلدها، فالناس اتهيألها انه لبناني بس هو يعني. وعمل دويتو مع اسماعيل ياسين في حلال عليك وحرام عليك والمتحف الشام وكذا فيلم، في يعني كتير جدا. رأي ونجم ابراهيم طبعا. دول مش اخوات. مش اخوات. مش اخوات. هي نجم ابراهيم اللي هي محدش بياكلها بالساحل. صح. لو كان اخوات كان هيبقى موضوع يعني بيولوجيا صعب تفسيره جدا يعني. لا، يا اختها كان لها اخت اسمها سيرين ابراهيم. دي ما اعرفهاش. نجم ابراهيم. بس رأي ابراهيم دي راكل يعني. دي كانت ممثله كويسه جدا. رأي ابراهيم، وكان في جمال ريتا هيورث يعني بالنسبه لل وبطله قدام عبد الوهاب في الرصاصه في القلب، وكانت فارعه الطول، وكان بيحبها، يحب شغلها يعني، محمد كريم استاذ معهد السينما و الى اخره. ونجوى سالم الممثله اللي كان عندها ضحكه مميزه جدا لو تفتكرها. طبعا نجوى سالم نجمه مسرح الريحاني. بالظبط. انت اشتغلي ايه مع ميري بويب؟ كانت هي بتخش تروح عامله ضحكه كده معينه بالظبط، والناس تسقف لها. كل دول عايشين في مصر، محدش عارف، محدش سأل يا امين، محدش فكر انه انت ديانتك ايه يعني. محدش